ازاي ليلى عبد اللطيف قدرت ان هي تتوقع باللي هيحصل مع عمرو دياب في الحفل؟ وايه هي التوقعات الجديده اللي رعب العالم كله في الوقت الحالي؟ مشهد بارز وغير مسبوق سنراه يحصل مع الفنان العربي الراقي عمرو دياب وهو على المسرح في حفل خاص ومهم، وهذا المشهد سينتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مما سيزيد من جمهور عمرو دياب العربي بسبب تصرفه. ليلى ألطف يا لطيف هي جزء من اللعبة، زيها زي حاجات تانية كتير، زي ذا سمسم مثلا اللي كل ما تحصل كارثة جديدة في العالم تلاقي الكرتون الغريب ده اتكلم عنها بالتفصيل، وان الصور والفيديوهات اللي بتظهر في الكرتون ده مشابهة تماما للي بيحصل في أرض الواقع. عشان كده ما زالت ليلى ألطف يا لطيف حتى اللحظة اللي أنا قاعد بتكلم فيها دلوقتي بتثير الزعر والرعب في قلوب كل الناس. عفوا يا صديقي، مش كل الناس، بل ان الناس اللي ايمانهم ضعيف فقط اللي مؤمنين ان في حد ممكن يعلم الغيب الا الله. العلم دايما عند الله وكذب المنجمون ولو صدفوا. حبيت ان انا اكد كويس جدا على النقطه دي في البدايه عشان نبقى متفقين، ويلا بينا عشان هديكم قنبله من الطاقه الايجابيه كالعاده، وبسم الله فلنبدا. من كام يوم توقعت ليلى ألطف يا لطيف باللي هيحصل مع عمرو دياب، والموقف اللي توقعته ليلى ألطف يا لطيف ان عمرو دياب هيحصل معاه احدى المواقف في احدى الحفلات الخاصه. ولكن برغم من ان الموقف ده هيكون محرج جدا، الا ان عمرو دياب هيتعامل بطريقه راقيه ومحترمه جدا، وهينتشر موقفه النبيل في كل مكان في العالم والناس كلها هتحكي عنه. وهذا المشهد سينتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مما سيزيد من جمهور عمرو دياب العربي بسبب تصرفه يعني بيتصرف تصرفه الراقي والأخلاقي والفني عند حصول مشهد ما كتير بيعجبه، فهو بيتصرف برقي. ولكن يا صديقي عمرو دياب من الواضح كده ان هو فاجئنا كلنا، حتى ليلى ألطف يا لطيف هي نفسها اتخضت من اللي هو عمله. بعد ما كانت بتقول ان هو هيعمل عمل نبيل، فعمرو دياب مسك نبيل في الحفلة وراح رزعه بالقلم. الموضوع طبعا طلع ترند والناس كلها اتكلمت عنه زي ما ليلى ألطف يا لطيف قالت بالظبط، ولكن اللي حصل كان عكس الكلام اللي هي قالته بالحرف. قالت ان الموقف اللي هيحصل مع عمرو دياب هو موقف مشرف، وادينا شفنا الموقف كان عامل ازاي. توقعت ليلى ألطف يا لطيف توقعات مبهجه جدا بخصوص مصر. قالت ان اللي بيحصل في مصر حاليا ما هي الا سحابه صيف ثقيله وهتمر، وهيرجع الاقتصاد المصري ينتعش مره ثانيه، وهنسمع اخبار جميله جدا عن مصر الايام اللي جايه. ارى ان الازمه والتاريخ يشهد على فكره، وانا مسؤوله عن كل كلمه عم بقولها معك يا استاذ عمرو، ارى ان الازمه الاقتصاديه التي تعاني منها مصر اليوم هي سحابه صيف ثقيله ولكنها عابره. كمان قالت ان قطر هتكون من الدول الداعمه لمصر، وهتكون في علاقات واصلاحات قويه، وقالت كمان ان الولايات المتحده الامريكيه هتقدم دعم مادي قوي جدا لمصر هيساعدها ان هي تنهض اكتر واكتر، والفتره اللي جايه هتكون فتره عظيمه على مصر وهي فتره الاصلاح الاقتصادي. طبعا احنا لسه من شويه شايفين توقعاتها لعمرو دياب ايه اللي حصل فيها بالظبط، فاعتقد انتوا دلوقتي فهمتم ايه اللي هيحصل في توقعاتها بالنسبه لمصر. التوقع اللي جاي هو واحد من التوقعات الخطيره جدا اللي فعلا اتنفذ بالحرف الواحد. توقعت ليلى ألطف يا لطيف بانسحاب الباخرات والسفن الامريكيه بشكل مفاجئ من عرض البحر الاحمر، وان الحرب الامريكيه اليمنيه هتتصدر العناوين وتصبح حديث العالم. كمان ليلى ألطف يا لطيف قالت ان كل الصراعات اللي بتحصل دي ما هي الا فقط البدايه. فعلا يا صديقي النبوءه دي تحققت بالحرف الواحد، فمرت ايام قليله وسمعنا فعلا ان في سفن امريكيه بتتضرب، واللي اتضربت كانت اكبر حامله سفن امريكيه واللي بتسمى بايرون هاور. اليمن حاولت ان هي تثبت للعالم ان هي فعلا اللي ضربت الحامله الامريكيه، لكن امريكا كانت بتنفي الخبر وبتقول ان مفيش اي حاجه من دي حصلت، وده طبعا عشان صوره امريكا ما تتهزش قدام العالم والامور تتصاعد اكتر واكتر، ويبقى امريكا في الوقت ده واجب ان هي ترد والحرب تشتعل. لكن هل الصين هتسكت على الكلام ده؟ والله ابدا. الصين تقرر ان هي تدخل وتفضح الوضع، ونشرت صور بالفعل لايرون هاور، وكانت بالفعل مدمره بسبب الصواريخ اليمنيه. اقترب عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم بالف خير وسعاده ودايما موجودين معايا. لكن ليلى ألطف يا لطيف كالعاده دايما بتتوقع توقعات في غايه التشاؤم والطاقه السلبيه، خصوصا في الاعياد والمناسبات. وبما اننا يا صديقي في موسم الحج، فطلعت اشاعات بتقول ان ليلى عبد اللطيف توقعت ان ده هيكون اسوأ موسم حج مر على السعوديه، وان اللي هيحصل فيها هيكون دمار وخراب، وان في كوارث حرفيا هتحصل. كمان الاشاعات دي كانت بتقول ان السعوديه هتتدمر بشكل كامل بسبب انتشار الاوبئه والامراض في كل مكان، وان المرض اللي هينتشر ده هو تطور لمرض الجدري لكنه هيكون اخطر حتى من كورونا، وان السعوديه هيحصل فيها عزل بشكل كامل لعدد كبير جدا من الناس، بل ان كمان حركه المطارات احتمال ان هي تتقفل وتتوقف. الغريب في الامر يا صديقي ان الخبر ده انتشر
انتشر في كل مكان والناس بدأت تتداوله بشكل كبير جدا خصوصا هذه الأيام. لكن ليلى ألطف يا لطيف لما اتسألت عن صحة هذا الكلام نفت تماما إن هي قالت وقالت الكلام ده مطلعش مني إطلاقا، وأكدت وقالت إن كل دي مجرد إشاعات وناس بتاخد الكلام وتحرفه على مزاجها. بل كمان قالت إن موسم الحج ده على السعودية هيمر فيه سلام وأمان وهيكون موسم حج عظيم، وده كله بسبب الجهود العظيمة اللي بتبذلها السعودية للحفاظ على ضيوفها ومسافرينها. بل كمان توقعت توقع عظيم للسعودية وهو إن في 2025 هتكون السعودية في عصرها الذهبي واللي هتحقق فيه إنجازات عظيمة. على الجانب الفني يا صديقي كلنا شفنا شيرين عبد الوهاب وقصتها مع حسام حبيب وإزاي القصة دي كانت قصة فعلا صعبة ونهايتها كانت نهاية حزينة. فترة صعبة جدا على شيرين خرجت منها مدمرة نفسيا، شكلها اتغير وتصرفاتها حتى أصبحت غريبة قدام الجمهور على المسرح. ولكن ليلى ألطف يا لطيف توقعت إن شيرين عبد الوهاب هترجع أقوى وأحسن من الأول وهتظهر من تاني قدام العالم كله بصورة شيرين القوية اللي كلهم يعرفوها. كمان أكدت إن هي مش هترجع تاني لحسام حبيب أبدا، ولو رجعت له فهي هتسيبه وهتتجوز واحد تاني. والله أنا بشوف لها يعني هتستقر عاطفيا وهترجع شيرين اللي نحنا بنعرفها أول ما ابتدت شيرين، هتتغير من إلى، بس مش هترجع لحسام وهتبقى أقوى بالمستقبل. لا حتى لو رجعت هترجع تترك، ما حتكون معاه بالمستقبل. وفعلا يا صديقي يتحقق الكلام بالحرف الواحد. ومن يومين تقريبا انتشر خبر خطوبة شيرين عبد الوهاب، قالوا ان هي اتخطبت لرجل اعمال خارج الوسط الفني، والمفاجأة يا صديقي ان حسام حبيب كان هو اول شخص يهنيها. كمان قال ان هو هيخصص لها اغنية هتكون هدية ليها لزواجها الجديد في الالبوم الجديد بتاعه. كمان قال ان الشخص اللي شيرين عبد الوهاب هتتجوزه هو رجل اعمال محبوب جدا من الكل وشخص قريب جدا على قلب حسام حبيب وهو بيحبه. الخبر اللي جاي للاسف الشديد هو خبر هيكون محزن للبعض خصوصا الناس الكبيرة في السن اللي كانت بتتابع الافلام القديمه من زمان. توقعت ليلى ألطف يا لطيف توقع من كام يوم لكنه بالفعل تحقق في الوقت الحالي. قالت ليلى ألطف يا لطيف ان عام 2024 هيكون عام صعب جدا على مصر من الناحيه الفنيه، والسبب هو وفاه كبار الشخصيات في عالم الفن، بل ان في مشاهير وكبار اعلاميين هيختفوا تماما من على الساحه. وفعلا من يومين تقريبا توفت الفنانه مها عطيه بطله فيلم خرج ولم يعد بعد ما كانت في صراع مع المرض لمده قصيره واضطرت لعمل جراحه منظار في المعده وللاسف فرقت الحياه. الله يرحمها طبعا ويرحم جميع موتانا. كل اللي فات ده بالنسبه للي جاي هو شيء عادي جدا، لكن اللي مش عادي كان هو توقع ليلى ألطف يا لطيف بسقوط طائره الرئيس الايراني. لم رحيل شخصيه ايرانيه بارزه، وسنرى الشارع الايراني بيمتلئ بالحشود في مسيره وداعيه حاشده وراء نعش الراحل الكبير، وربما سنرى اعلان حاله الحداد العام في ايران بسبب هذا الحدث. اعلن مرشد الجمهوريه الايرانيه علي خامنئي الحداد خمسه ايام في ايران على وفاه رئيسه ومرافقيه على ان يتم التشييع يوم غد. انفجار طائرة تحمل شخصية بارزة ومهمة، ولا استبعد ان تكون هذه الشخصية تابعة لاحد الرؤساء او الزعماء بالعالم. وسائل اعلام ايرانية تقول بانه تم العثور على جثة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، ونعرض الان لكم هذه الصورة. لو هي مجرد توقعات فده شيء عادي جدا موجود من آلاف السنين. العرافين والمنجمين يا صديقي موجودين حتى من أيام الصحابة والرسل، والناس كانت بالفعل بتستعين بهم في اتخاذ قرارات مهمة جدا في حياتهم. أحيانا الأمر كان بيوصل إلى أن جيوش بالكامل تتحرك عشان تخوض حرب بسبب كلمة قالها عراف. يعني على سبيل المثال أن العراف ده يقول لقائد الجيش لو هجمت في الوقت ده فأنت هتنتصر في الحرب. في الوقت ده بياخد القائد الجيش بتاعه ويروح يتحرك ويحارب بناء على كلام العراف، رغم من أن أحيانا كانوا بينتصروا بالفعل وأحيانا كانوا بيرجعوا خسران. إلا أن كان في إيمان شديد جدا زمان بسبب الجهل وانتشار الخرافات بكلام العرافين. بل إني مش هكون ببالغ لو قلت لك إن في أحيانا جوازات من أمراء أو أميرات وولادة أشخاص معينة كانت بتتوقف بس على كلمة من العراف، وأغلب العرافين زمان كان عندهم استعانة كبيرة بالجن والشياطين، وده يا صديقي كان بيتم عن طريق بعض الطقوس الشيطانية اللي بيعملوها بيحضروا بيها الجن والشيطان عشان يسخروا لخدمتهم. وطبعا الطقوس دي وكل الأعمال دي تعتبر شرك بالله وأكثر مما تتخيل. الجن بالتأكيد عنده قدرات خاصة أقوى بكتير من البشر، ولكن حتى توقعات هؤلاء العرافين اللي كانوا بيتوقعوا زمان ما كانتش بهذا القدر من الدقة. من الصعب جدا في توقعاتك ان انت تعلن عن فترة زمنية معينة او شخصيات معينة بالاسم وبالحرف الواحد. من المستحيل يا صديقي ايا كان الشخص
الشخص اللي بينجم ان هو يكون دقيق بالشكل ده. الدقه اللي بتتكلم بيها ليلى عبد اللطيف والاحداث اللي قاعده بتتنفس بالحرف الواحد هو حرفيا شيء مرعب. لو بيدل على شيء فهو بيدل على شيء واحد فقط، ان ليلى عبد اللطيف ولا هي منجمه ولا بتتوقع، بل ان وراها فعلا لغز وسر مرعب محدش قادر يوصل له حتى الان. لو افترضنا ان الموضوع له علاقه بنظريات المؤامره، ودي نقطه مش الكل مؤمن بيها، بل ان البعض بيقابل هذه الافكار بنوع من التهكم والسخريه. ولا يا صديقي تتوقع ان ليلى عبد اللطيف ممكن تكون بتستعين بالسحر او الجن؟ ولكن حتى لو بتستعين بالسحر او الجن ودي مش مخططات بتتنفس بالحرف الواحد، فازاي الدول بتسمح لها ان هي تتكلم بكل حريه بالشكل ده؟ وازاي الكل يسمح بالدجل والشعوذه ان هو ينتشر في كل مكان بشكل علني؟ الموضوع وراء لغز وسر مرعب، خصوصا ان ليلى ألطف يا لطيف بتطلع في البرامج التلفزيونيه مقابل مبالغ ماليه ضخمه. صحيح انها في البدايه كانت بتنكر تماما انها بتاخد اي مبالغ ماليه، بل انها كمان كانت بتقول ان في علاقه بينها وبين ربنا هو اللي بيلهمها بالاحداث دي. ولكن طبعا ليلى عبد اللطيف اتفضحت قدام العالم كله لما المذيع اللي كانت بتعمل معاه الحلقه طلع لها الشيك اللي هي واخداه قبل الحلقه قدام الناس كلها. وقتها ليلى عبد اللطيف غضبت جدا وكانت هتسيب الاستوديو وتمشي. من فرنسا بانك ليلى عبد اللطيف، 150 الف دولار وشلت الاسم انا قصدا لانه ما بدي اقول من فرنسا بانك ليلى باسم ليلى عبد اللطيف، شيك بتاريخ 8/11/2012. ما لك حق، ما لك حق تجيبه. الي حق صار ساعه بس هيك بقول لا ما لك حق. الي حق ما لك حق. واذا بتخلي تشيك انا لا تفضل تفضل انا فيلم الحلقه ليلى اخر همي اخر همي انا فيلم الحلقه ليلة. اذا ما بتشيله فلي انا عم بقول لك. طب شيلو ما خصك وما دخلك ومين اللي اعطاك تشيك انا بدي اعرف. فالحد الان يا صديقي ما زالت ليلى عبد اللطيف هو لغز يحتاج الى حل. قل لي رايك انت الشخصي في الموضوع، هل انت شايف ان دي كلها مجرد تنبؤات او توقعات، ولا هي بتستعين بالجن، ولا في جهه ما معينه بتدعم ليلى عبد اللطيف محدش يعرف عنها اي حاجه؟ دي وللاسف الشديد كانت نهايه حلقتنا النهارده. اتمنى ان انت تكون استمتعت واستفدت. لو وصلت للنهايه فتاكد ان انت واحد من العظماء. ما تنساش ان انت تقول لي مره وصلت معاك للنهايه عشان اعرفك. لو اول مره تشوفني وحابب ان انت تشوفني مرة تانية فاشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل حلقة جديدة. كمان هسيب لك كل مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي تحت في الديسكريبشن لو حابب ان انت تتابعني هناك. في نهاية صديقي خد بالك من نفسك وخليك في امان لحد ما اشوفك على خير باذن الله في فيديو جديد. والسلام.